تلاميذي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاؤنا يتجدد مع فيديو جديد ودرس جديد، اللي هو درس ديال مبرهن الطاليس وديال لو ديوغرام الطاليس، اللي هو درس من دروس السنة الثالثة إعدادي. ديوغرام الطاليس اللي تسمات على اسم طاليس دو ميلي، اللي هو المكتشف ديالها، اللي كان واحد الفيلسوف وواحد الماتيماتيسيان غريك. فين اكتشف هذا لو ديوغرام؟ هذا اكتشفه كان في مصر مع لي بيراميد، اللي هو نورمالمون هذا لو تيغرام ما كانش جديد، يعني كان معروف عند البابليون وعند المصريون، ولكن هو اللي خرجه للوجود وبالتالي تسمى على الاسم ديالو. منين جا؟ هو بحال مثلا كان واقف قدام واحد البيراميد، واحد الاهرام، اللي ما كيعرفش لاوتور ديالو، يعني ما كيعرفش الطول ديال هذا الارتفاع ديال هذا الهرم هذا، فحاول انه يكتشف الارتفاع ديالو انطلاقا من الطول ديالو هو، يعني من الطول ديال طاليس مع الانعكاس ديال الظل ديالو، يعني طاليس مع الانعكاس ديال الظل ديالو، والبيراميد مع الانعكاس ديال الظل ديالو. اذا بحال قال مثلا الا كان الظل ديالو هو بروبورسيونال، يعني تناسبي، كثرته علاقه تناسبيه مع الظل ديالو مع الطول ديالو هو، فاكيد حتى البيراميد غتكون تربطه واحد العلاقه ديال التناسبيه ما بين الظل، ما بين الارتفاع ديالو وما بين الظل ديالو. اذا ومن هنا خرج هذا التيوغرام هذا، اللي هو ولا واحد التيوغرام معروف جدا بالنسبه للهندسه، واللي غادي نشوفوه دابا. اذا باش نطبق لو تيوغرام دو طاليس، اشنو كتقول لي لو تيوغرام؟ سي ا بي سي دي او سون 5 بوان تيل كو لي بوان ا بي دي سون دي بوان اليني ainsi que les points A, C, E, ils sont aussi des points alignés. Les droites B, C et D, E sont parallèles. غادي نحاول نعطيكم واحد الشكل تقريبي قبل ما نناقشوا الاشكال من بعد. اذا مثلا اذا كان عندي هنايا هذا لو بوان A وهذا لو بوان مثلا B وهذا لو بوان C، دونك هذا سي لو تريونغل ABC، وغناخد هنايا لو بوان D. لو بوان E فين غيكون؟ غيكون بحيث مثلا لو بوان E غيكون هنايا، علاش؟ باش يكون عندي D E باراليل ا بي سي. دونك هنا في هذا الشكل هذا غنلاحظوا انه عندي ثلاثه ديال الحوايج اللي هما من بعد غادي يتسموا لينا لي زيبوتيز. لي زيبوتيز كنعرفوا ايبوتيز هي فرضيه اللي غنسموها حنايا، بحال بغينا نقولوا الشروط اللي غيكونوا عندي واللي غيسمحوا ليا باش نطبق لو تيوغرام دو طاليس. الشرط الاول هو لالينيومون. الينيومون ديال كوا؟ ديال لي 3 بوان ا اي دي او او، يعني استقامية ا دي اي او سون دي بوان اليني. Ou deuxièmement, ça va être un alignement des points A, E et C. Il y a les deux hypothèses, les deux premières hypothèses qui sont l'alignement des trois points et l'alignement des trois points. Troisième condition ou bien hypothèse, c'est le parallélisme est parallèle à B, C. دونك باش نهضر على تيوغرام دو طاليس ضروري ما كيتحققوا ليا هاد ثلاثه ديال الشروط، فهمنا؟ دونك الوغ بمعنى ثلاثه ديال التناسبات دو تيوغرام دو طاليس كتعطيني ثلاثه ديال النسب، ثلاثه ديال لي رابور اللي هما هادو الثلاثه. شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نهضر عليهم في هاد لو تريونغل هذا. ديما لي لونغور اللي عندي وبيان لي كوتي اللي عندي في البسط غادي نحاول نديرهم بالاحمر اللي هما ا بي بالنسبه للنسبه الاولى، او اللي عندي في المقام غادي نديرو بالاخضر سور ا دي ايتيغال ا سي سور ا او. اذا ا او غنديرها بالاخضر، ديما البسط بالاحمر والمقامات بالاخضر، ايتيغال ا بي سي سور دي او. فوالا. اذا شنو غادي نلاحظوا؟ غنلاحظوا انه هاد البسط بثلاثه اللي كنت درتهم بالاحمر راهم عطاوني مثلث، وكذلك المقامات بثلاثه اللي درتهم بالاخضر عطاوني مثلث. اذا بالنسبه للبسوط عطاوني المثلث ا بي سي، وبالنسبه للمقامات كذلك عطاوني المثلث ا دي او. يعني باش نطبق المبرهنه ديال طاليس خصني نحافظ على واحد الشرط مهم، ديال انه البسوط بثلاثه ديال ثلاثه ديال لي غابوغ اللي هما النسب نكون كنهضر على نفس المثلث، والمقامات بثلاثه نهضر على نفس المثلث، يعني ما نبداش بالبسط الاول بضلع من اضلاع المثلث ا بي سي، وفي البسط الثاني ندير ضلع من اضلاع المثلث ا دي او. ما يمكنش، خصني بسوط بثلاثه اضلاع نفس المثلث والمقامات بثلاثه اضلاع نفس المثلث، يعني انه هاد النسب بثلاثه اللي راني كاتبها دابا ممكن نكتبهم بشكل اخر اللي هما هكا ا دي مثلا سور ا بي تساوي ا او سور ا سي تساوي دي او سور بي سي.
اذا ما كاينش مشكل، شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق انه هنايا سبقنا في البسوط الاضلاع ديال المثلث ا دي او، وفي المقامات الاضلاع ديال المثلث ا بي سي ما كاينش مشكل، في حين انا مازال ما طونكو مازال ما خلطناش بيناتهم فما كاينش مشكل. اذا علاش الضلع ا دي مثلا كتبنا في المقام ديالو الضلع ا بي، والضلع ا او كتبنا في المقام ديالو الضلع ا سي وما قلبناهمش؟ علاش؟ لان ديجا قلنا هنا فين كينفعني هاد لا لينيومون ا اي دي et E sont des points alignés. Pardon, les B. A, D, B. A et D et B sont des points alignés. Donc, je vais donner A, D sur A, B. Les N, les points sont alignés. Ou A, ou E, ou C sont des points alignés. Donc, je vais donner A, E sur A, C. Ou bien, c'est la nisbe de celle-là. A, c'est la nisbe de celle-là. A, c'est la nisbe de celle-là. Ben, je ne peux pas que le théorème de Thalès, qui est connu en dit, qui m'a 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 dit. Donc, remarque, deux configurations différentes peuvent se présenter selon l'ordre du point ABD et ACE. Il faut être capable de repérer chacune de ces configurations dans les exercices de la géométrie. Donc, là, normalement, on a deux configurations. Normalement, on a besoin d'un dithlète. Alors, il y a un dithlète qui a la configuration ADI, il y a un dithlète qui a la configuration ADI. Il y a un A, ou un C, ou un B, ou un E. وهنا يدي دونك هنا غتلاحظ معايا هادي كتشابه لهادي. شنو الفرق؟ الفرق هنايا هو انه هاد لا ضغوات او دي هادي راه كاينه برا المثلث ا بي سي، وهنا لا ضغوات او دي جايه وسط المثلث ا بي سي. دونك هاد لي دو كونفيغوراسيون هادو كنسميوهم كونفيغوراسيون تريانجل. كونفيغوراسيون تريانجل كتبقى عندي الكونفيغوراسيون الاخرى المختلفه هادي كتسمى كونفيغوراسيون بابيون. مني جبت سميتها جبت سميتها من البابيون، كلنا كنعرفوا بابيون دايره هكا. دونك هنا مني جبت سميتها كتسمى ليا كونفيغوراسيون بابيون. باش غادي نطبق لو تيوغرام دو طاليس فبحال بحال بحال طبقتها على كونفيغوراسيون تريونغل بحال طبقتها على كونفيغوراسيون بابيون، بشرط اننا نضبطو مزيان واحد الشرط اللي قلناه من قبل. فوالا هذا المشكل ما غيتطرحناش في الكونفيغوراسيون تريونغل، المشكل ممكن يطرحنا في كونفيغوراسيون بابيون. اش كنقصد؟ التلميذ ممكن ما يعرفش كيفاش يدير يخرج لي تخوا غابور من هنايا، فديما غادي نحاولوا نهضروا على جوج ديال المثلثات. دونك ها المثلث الاول هو هذا والمثلث الثاني هو هذا، يعني منين نبدا بضلع من اضلاع مثلث اي مسافه او لا اي بسط او مقام خديته خصو يكون عندي ضلع من اضلاع واحد من المثلثات. اذا مثلا الا بديت ب اسي، ها هو اسي، اسي ها هو، دونك هو ضلع من اضلاع المثلث الاخضر، فاكيد في المقام غيكون ضلع من اضلاع المثلث الاحمر بشرط يكون عندي لي بوين اليني. اكيد شكون هو غيكون عندي هذا الضلع؟ غيكون عندي هو هذا اللي هو ا او. من واحد الناحيه اسي ضلع من اضلاع هذا المثلث، و ا او ضلع من اضلاع هذا المثلث، ومن ناحيه اخرى لي بوين عندي الينيه باش نبقاو في الشرط الاول محقق. ثم بالنسبه الى درت اسي غادي ندوز مثلا ا بي، خصني نبقى في نفس المثلث. بديت بالمثلث الاخضر ديما البسوط غنبدا بالمثلث الاخضر ا بي سيغ هنايا باش يكون عندي لي بوين اليني. هذه ال ا و البي و دي هما لي بوين اليني، دونك ا بي غتكون سيغ ا دي. النسبة الثالثة ما تخلقيش مشكل، علاش؟ لأن أصلا كل مثلث بقى فيه غير ضلع واحد. دونك بالنسبة للمثلث باش نبداو ليه هو الأخضر بقى فيه الضلع بي سي، وبالنسبة للمثلث الأحمر بقى فيه الضلع دي أو. وبالتالي ها حنا خدينا أولا كتبنا بشكل صحيح لي تخوا غابوغ ديال تيوغام دو طاليس. بالنسبة لغومارك اللي عندي هنايا غير هي هذيك اللي كنت كنشرح، علاش مثلا كل ضلع أسي مثلا درت تحت من تحت منه الضلع أ أو؟ علاش؟ لأن هادو سوسون لي سومي او بيان الرؤوس ديال المثلث ا بي سي، كل راس شكون هو لو سومي كوريسبوندون المناسب ليه في المثلث الاخر. اذا غتلاحظ معايا انه ا فوالا هانت ضلع ا، حنا كنهضروا على جوج المثلثات، نهضر على هذا اللي فيه الالوان. دونك ا هو راس مشترك بيناتهم اصلا، يعني ا في المثلث ا بي سي اللي مناسب ليه في المثلث ا دي او هو كذلك ا. دونك بي شكون اللي غادي يكون؟ غيكون الراس اللي كيعطيني نقط مستقيميه. اذا بي الكوريسبوندون ديالو في المثلث الاخر هو دي، او سي الكوريسبوندون ديالو هو او. اذا بار كونسيكون هنا اللي كتبين ليا علاش كناخذ مثلا الضلع ا بي تحت منه الضلع ا دي، والضلع ا سي تحت منه ا او الى اخره. اذا هذوك الاضلاع المتناسبه هما اللي كنكتبو. بالنسبه لهنايا عندي واحد ليكزامبل، تلاحظوا انا عندي كونفيغوراسيون بابيون،
Sur la figure ci-dessous, on sait que OL, OL, تساوي 6, OI, 4, 4, ou IJ, 4, 2 cm. Et que les droites IJ et KL sont parallèles, هذا واحد الشرط أساسي جدا اللي إلا ما كانش محقق ما يمكنناش نطبقوا le théorème de Thalès. La question est, quelle est la longueur du segment KL? إذا كيبان ليا من هذا الشيء أنا وشنو الهدف من لابليكاسيون ديال le théorème de Thalès؟ سي لو كالكول دي لونغور، يعني كنحسبوا بها لي لونغور، الأطوال ديال بعض المسافات أو بيان ديال بعض الأضلاع. دونك غنبداو بالتطبيق ديال لو تيوغرام دو طاليس. باش قلنا كنبداو بلالينيومون دي بوان. دونك عندنا لي بوان او و جي كا سون دي بوان اليني، غنرجعو الشكل احنا او جي كا دي بوان اليني، او اي ال دي بوان اليني، اي لي دروات سون باراليل. دونك هنا عندي لي تخوا زيبوتيز ديالي، ها هي ليبوتيز الاولى لالينيومون ديال لي بروميير بوان لي بروميير بوان، وهذا الثاني، وثم لو باراليليزم. دونك با كونسيكون دابخي لو تيوغرام دو طاليس اشنو غادي يعطيني لو تيوغرام دو طاليس؟ لاحظ معايا هنايا اشنو غيعطيني. غنبدا مثلا بهذا المثلث هذا، غيعطيني او اي، بديت في هذا المثلث هذا سيغ او ال، بحيث يعطيني دي بوان اليني، ايتيغال او جي سيغ او كا اللي هو هذا، ايتيغال لي كوتي اللي بقاو اللي هما اي جي سيغ ال كا، اي جي سيغ ال كا. اذا هادو هما النسب اللي عندي هنايا. من بعد شنو كندير؟ اون غومبلاس لي لونغور دون طون كوني لي ميزور. دونك لي ميزور كيكونوا عندي في لي كوتي في لي دوني اللي كاينين عندي هنايا هما هادو. دونك هاد لي تخوا ميزور هادو بيان هاد لي تخوا كوتي هادو غادي نعوضوهم بالقيم ديالهم اللي هما او جي ما عنديش، او كا ما عنديش القيم ديالهم، او اي عندي حسب دابخي لي دوني عندي 4، او ال 6، اي جي 2، اي كا ال كتبقى انكوني. غنلاحظوا انا عندي هنايا 3 رابور، انا باش نحسب مثلا ك ال ما يمكنش نخدم بتخوا رابور، خصني فقط جوج. دونك واحد النسبه اللي مصالحه لياش كنحيدها، اللي هي هذه مصالحه لياش كنحيدها. علاش؟ عندي فيها او جي انكوني و او كا انكوني. دونك ليغاليتي 4 سور 6 ايتيغال 2 سور ك ال نو بيرمي دو تروفي ك ال لو كاتريام بروبورسيونيل، بمعنى الرابع المتناسب، بمعنى لا ريغل ا 3 القاعده الثلاثيه بالعربيه. اذا ك ال غتساوي ليا 6 فوا 2 هيا ديفيزي بار 4، 6 فوا 2 سي 12، 12 ديفيزي بار 4 ات ايغال ا 3. واكيد كيما طبقنا لو تيوغرام هنايا في هذه سيتي اون كونفيغوراسيون بابيون، اون بو ايغالمون نطبقوها في اون كونفيغوراسيون تريانغل. دونك سي تو سكيليا بور سيت فيديو لا،